اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. كل عام وحضراتكم بخير، والسنين الحلوه تجمعنا والشهور الحلوه تجمعنا. الشهر جميل جدا، اجمل شهر في السنه، عدى بسرعه، عدى في غمضه عين، يعني احنا في الايام الاخيره، ولكن لازم نهندل نفسنا في المطبخ. زي ما قلت من بدايه الاسبوع، بلاش تشتري اي حاجه خالص من المشتريات، اللي موجود في البيت وفي المطبخ وفي الثلاجه وفي الفريزر من فوق يسد الحاجه ونقضيها لغايه لما نعمل كحك العيد، لان كحك العيد عايز شويه غلبه، عايز شويه اهتمام عشان يطلع كحك العيد بتاعك احسن من كحك العيد بتاع جارتك وقريبتك وهكذا. النهارده مع بعض، وبمناسبه طبعا يوم الفسيخ ويوم الرنجه وشم النسيم، انا النهارده عايز اتكلم عن الرنجه والفسيخ باختصار شديد، لان احنا المصريين من ايام القدماء المصريين شطار جدا في عمل الفسيخ، والرنجه بنعملها بطرق مختلفه، وانا طورتها، عملتها بالبرتقال، عملتها بالتفاح، عملتها حواوشي، عملتها حاجات كتير قوي. فالنهارده في مفاجاه للامانه على الهواء، عايز اعمل الفسيخ سبوسه. بما ان شم النسيم جه والفسيخ والرنجه جت الزحمه بتاعته في ايام الشهر الكريم رمضان، فرمضان والسبوسه في ارتباط قوي بينهم. فانا النهارده هعمل مفاجاه، والمفاجاه دي هتكسر الدنيا باذن الله تعالى، اللي هي ازاي نعمل سبوسه فسيخ. هل ده يعقل ولا لا يعقل؟ طبيعي نشوف تفاصيلها ازاي مع بعض ونجربها وندوقها، وانا هعمل تفاصيلها مع حضراتكم. يعني ايه سمبوسه بالفسيخ بتفاصيلها؟ ودايما المغازي يقول لك تفاصيل صغيره ايه يا عبد الشيف، معاني كبيره وطعم جديد. طبعا ما تنسوش زي كل يوم من بدايه الشهر الكريم بيكون معايا نجم من نجوم شاشه القناه الاولى، بيشرفني هنا في الاستوديو، بيساعدني، بنعرف منه الجانب الجميل في حياته للمطبخ، الحياه الاسريه، بياكل ايه، بيحب ايه، ما بيحبش ايه. ضيف النهارده نوع خاص جدا، المفاجاه بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ضيف النهارده نوع خاص من المذيعين، من مقدمين البرامج. طبعا الصورة الحلوة تعني مليون كلمة، والصورة لما تكون من قلب الحدث بالتأكيد بيكون في مصداقية وشفافية، والصورة بتوصل بسرعة للأذهان والمعنى بيكون واضح. معنا طبعا مراسل القناة الأولى الإعلامي الأستاذ كريم بيبرس من قلب الحدث. اتفضل يا أستاذ كريم. أشكرك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا شيف. كل سنة طيب. ازي حضرتك؟ كل سنة طيب وبخير. اخبار حضرتك طيب. ايه؟ كله بخير؟ طيب. من قلب الحدث المطبخ. من قلب الحدث بصراحة. هي فعلا زي ما حضرتك قلت كده، الصورة بتتكلم. لا، على تعني ألف كلمة، الصحافة تقول كده، واحنا نحترم رأي الصحافة. أكيد. ولكن لما المغازي يقول تعني مليون كلمة يبقى في ثقة في النفس يعني. أكيد أكيد. حبيبي. ازيك يا شيف؟ أخبارك؟ كل سنة طيب. الحمد لله وحضرتك طيب وبخير. أنت جاي على الفسيخ بقى والرنجة. النهارده شم النسيم. يعني عيد مصري اصيل. قول لنا، بما انك انت بتتجول وبتطلع تغطيات خارجيه، يعني الشوارع مصر وجمال مصر في شم النسيم بيبقى ايه بالنسبه لك لما تنزل تبقى يعني تغطي حدث زي ده؟ بصراحه احلى حاجه دايما في عيد شم النسيم هو تجميعة الناس، يعني بننزل نشوف الاهالي كلها قاعده مع بعض في الجناين. ما تفرقش معايا يقعد على النجيله بقى، يقعد على الرصيف، المهم ان هو نكون طابع اصيل كده. عندنا من زمان جدا الناس تقعد تتجمع مع بعض وياكلوا فسيخ والرنجه، بغض النظر بقى مين بيحبها ومين ما بيحبهاش. في ناس ممكن تقعد تاكل التونه جنب جنب الفسيخ، مش مشكله، بس فكره فعلا المشاركه. البصل وبالذات كمان انه شم النسيم ده والفسيخ الرنجه دي مش من يومين، يعني ده من ايام القدماء المصريين زي ما انت قلت، حاجه مش متوثقه دي، ففعلا هي في الدم المصري. بس بقى طبعا لازم ناخد بالنا واحنا بناكل الفسيخ والرنجه بالذات، ونختارها كويس وننضفها كويس. طبعا مشكلة كتير جدا، مشكلة كتير جدا، نركز على الخضار يكون موجود، فاكهه تساعد على الهضم، الحاجات المعطره، الحاجات دي كلها صحيح. طيب انا انت عشان راجل جميل وانا بحبك. اشكرك يا شيف، وبحب دايما انك بتترجم الحدث لصوره. حلو. انا معايا رنجه، والرنجة دي انا عملتها بافكار كتير قوي. أوكي. فانا هعملها النهارده بطريقه مختلفه. بما انك انت معايا هدي لك، هعمل لك تورتايه من الرنجه. تورته رنجه. تورته رنجه. ده تورته حادقه بقى، كريم شانتيه. تورته حادقه، فراوله ولا مانجا ولا موضوع التورته ده، دلع والشتيكه والجو ده. تورته رنجه هنعملها ازاي؟ لها تفاصيلها كده، داخل فيها بنجر وخيار وجزر وخس وبصل اخضر وطحينه وبيض، يعني هي مكلفه، حاجات من قلب المطبخ، من قلب الحدث، على قدر الامكان، على قدر الامكان يبقى من جوه. من جوه كويس. ومعانا صدور فراخ برضه، هنعمل طبق حلو نخرج برضه عشان الفطار، عشان ما بياكلش فسيخ ورنجه. ده كاري. ايه رايك؟ عشان ما بياكلش فسيخ ورنجه ياكل فراخ. ياكل فراخ. برضه صح، نرضي جميع الاذواق. مع رز ابيض. مش عيب. المفاجاه بقى ان النهارده هنعمل حاجه اسمها سمبوسه بالفسيخ. دي اختلاف، دي حاجه مختلفه. حد قال لك تعالى كل سمبوسه بالفسيخ؟ تصدقوا؟
بصراحه احنا اصلا نقعد نختلف هي سمبوسه ولا سمبوسك، دي قصه ثانيه اصلا نقعد نتخانق عليها الاول. سمبوسك يا بره سمبوسك ولا سمبوسه. الدول العربيه سموها سمبوسك. خلاص ده اخر كلام سمبوسك. احنا نسمع منك بقى، انت اللي عارف كل حاجه. هي عجينه جلاش شرايح او شرايط ملفوفه بالحشوات مختلفه. بس عمري ما سمعتها بصراحه سمبوسك دي خالص. يعني سمبوسك رنجه وفسيخ دي غريبه عليا، دايما متعودين عليها بالجبنه باللحمه المفرومه تبقى خفيفة. والفسيخ والرنجه دول عايز العيش البلدي ويقعدوا ياكلوا ويشربوا ميه قد كده، ليمون وبصل. لكن سمبوسك رنجه وفسيخ دي مختلفه، ما سمعتش عنها قبل كده. يعني نجربها النهارده. وحاجه لطيفه، بما ان يعني شم النسيم والفسيخ والرنجه جم في رمضان، فنربط بقى الايام الحلوه بالاوقات الجميله ونعمل السمبوسه بالفسيخ. هي فعلا يعني هي ايام كلها حلوه. حلو. بجد يعني اعياد مصريين كلها، عيد شم النسيم للمصريين وعيد القيامه المجيد وخلاص يعني. عيد الفطر المبارك يعني، كل سنه كلنا طيبين وبخير يعني. الحمد لله، كل سنه الحمد لله وحضرتك طيب وبخير. طيب الساده المشاهدين، علشان طبعا حضراتكم اكيد دلوقتي عايزين تعرفوا من قلب الحدث ومن قلب الحدث وحقوق الطبع لدينا وبس، يعني ايه سمبوسه فسيخ؟ مقاديرها فسيخ متفسخ واخد زيت زيتون وعصير ليمون، هنشربله مع بعض دلوقتي، وعجينه السمبوسه ومعلقتين دقيق يا عم كريم متدوبين في شويه ميه وبس. حلو. وشويه حب، شويه ابتكار، شويه ابداع. هو فعلا الطبخ ابتكار وابداع. هو ده طبعا. هي طبعا له قانون وله دستور ولا تعرف، مش صحيح. محتاج انك تحط بقى ايه واحد واحد بيساوي اتنين فيه. لا خالص. انت بتحب كل واحد وشطارته وريحه نفسه في الاكل. حلو. كل واحد اصلا ما بيقدر يعمل الطريقه المختلفه بتاعته. حلو. المميزه بتاعته يعني. حلو. احنا عندنا في شغلنا في التقارير يقول لك ناخد الزاويه المختلفه في الفيتشر بتاعنا. الاكل كمان كده، مين بقى اللي يعرف يجيب الاكل بطريقه مختلفه. حلو. بزاويه مختلفه. السمبوسك بقى دي الطريقه المختلفه بتاعت الشيف مغازي. الله عليك. لما انا قلت مذيع من نوع خاص بين معايا حاجه احنا يعني تقدر تجيب الصوره بزاويه مختلفه تعبر عن الحدث. طبعا هو ده الاختلاف. هو ده الابتكار. يعني هو ده الابداع. بتشارك كمان المصور في ان هو ياخد صوره حلوه. اكيد طبعا اكيد. لكن كمان تناول الزاويه في الفكره، ازاي نعرض الفكره في حد ذاتها. زي ما انت كده حضرتك بتتكلم على الفسيخ والرنجه، مش كل مره هناكلهم فسيخ ورنجه، لكن ازاي ناكل فسيخ والرنجه. الله هو ده المختلف. انك تغير من الطريقه نفسها. اكيد طبعا. هو ده اللي هيشد الناس، بدل ما كل مره هنتعود على نفس الحاجه. فسيخ زيت زيتون ولا طب ايه ويلا وبصل. طب انا اخدها في سمبوسه كده وتقربش تحت سناني نجرب وناخد الطعم ونشوف. يا سلام حبيبي. يلا بينا نشوف مع الساده المشاهدين معايا فسيخ اهوت. وانا شخصيا مش بحب الفسيخ الكريم والله. ولا انا والله انا بحب الفسيخ ولا الرنجة. ده فسيخ اهو. دي فسيخ احنا مقطعينه طبعا جاهز، بس انا حابب واحده كده عشان المصداقيه ومن قلب الحدث تبقى. صحيح. الصوره بتاعنا عن المليون كلمه. ده فسيخ اهوت ومعانا عجينه سمبوسه وشويه دقيق مقلبينهم في شويه ميه كده وخلص الكلام. حلو. وحبتين زيتون واخد الشرايح بتاعتهم اللي هو الزيتون، شلت النوايا منه وورقتين نعناع اخضر هندخله فيه دلوقتي ونشوفه مع بعض هنعملها ازاي. يلا انا عايزك يعني ايه تشوف الموضوع ده كده عشان انت ليك برضه. انا بحب اتفرج قوي. خلي بالك معايا وتشاركني وتسالني. السؤال المعتاد دايما بنساله لضيوفنا هنا. استاذ كريم، بما انك بتكون مشغول دايما لتغطيات خارجيه، بتحب تتعزم ولا تعزم في الشهر الكريم؟ والله انا الاثنين بصراحه. انا اي حاجه متعلقه بالاكل بحبها. انا من عشاق الاكل. يعني انا واحد من الناس مثلا، انا واصحابي عندنا مبدا كده في الحياه. في ناس بتحب ايه تاكل عشان تعيش عشان تمشي يومها. احنا بنحب يعني ناكل، بنعيش عشان ناكل. في كده الاكل ليه متعه خاصه. حل. مذاق خاص كده يعني، حاجه بتفرز السعاده بالنسبه لنا. لما ابقى متضايق اكل. ولما ببقى كده كده الاكل بيرفز هرمون السعاده. ده حقيقي. انا بالنسبه لي دي حاجه مهمه جدا. لكن بصراحه في قصه العزومات الاثنين. يعني انا دايما عندي كده حاجه في حياتي من وانا صغير ماما معوداني عليها. حل. انه لازم نتجمع في رمضان سواء العيله او الصحاب. ده دي عادات فينا الدول العربيه والمصريين. لكن الصحاب كمان بيبقى ليها طعم خاص. حل. يعني بجمع صحابي وعشره العمر دايما كل رمضان، متعودين بقى لنا سنين طويله. آه. نقعد نتجمع مع بعض عندنا. في البيت. ايوه. وناكل بقى. واحلى حاجه بعد الاكل نقعد بعد ما ناكل سوا. كريم بيحب ياكل ايه بالايد بقى والدته اول ايام الشهر الكريم؟ احنا ما عندناش حاجه معينه اول يوم شهر رمضان. يعني شهر رمضان غالبا متعودين دايما المصريين لما بنزل اتكلم معاهم ورق العنب دايما اول يوم. احنا بالنسبه لنا في البيت مفيش حاجه معينه يعني. مفيش حاجه. لكن يمكن عشان انا برضو في البيت عندي في اصول مش مصريه. يعني انا جدتي اساسا مش مصريه. جدتي اساسا فلسطينيه. فعندهم كده يعني اكلات مميزه ومختلفه. وحقيقي بحبها جدا. المسخن والكنافه النابلسيه ده حاجه شاميه. المقلوبه. المقلوبه. في زي المقلوبه. المقلوبه دي مهمه جدا. قول لي يا عم كريم سماها مقلوبه ليه؟ بيقلبوها. العب الرز والفراخ وهوبا تتقلب على طول اسمها المقلوبه. عم كريم انت ما حصلكش موقف كده بره وانت بتغطي حدث من الاحداث؟ موقف يعني ايه مش ما تنساهوش يعني، الشيف يتكلم معاك، اي حد يتكلم معاك انت ما تنساهوش.
بص في مواقف كتير بصراحه بتحصل بره، يعني يمكن تواجدنا في الشارع بيخلينا نتعامل مع كل العقليات وبنتعامل في كل الاحداث باختلافها. لكن من الحاجات اللي انا عمري ما هنساها ودايما بتاثر فيها يعني تواجدي في العريش الحقيقه وفي سينا. يعني انا حضرت يمكن فتره العريش ما قبل التعامل مع الارهاب وبعد التخلص منه. حلو. بصراحه التعامل مع الناس بقى في المصريين ضد العنف ضد الظلم قد ايه الناس اللي هناك مستعده تضحي، سواء جنودنا او حتى الناس طبعا اللي عايشين هناك، الجيش والجنود حقيقي يستحقوا كل تحيه وتقدير، ويستحقوا كمان ان احنا يعني بالذات الاهالي اللي هناك اللي ساعدوا الجيش والشرطه هناك يستحقوا ان احنا نعمل لهم تمثال. يعني طبعًا الناس دي واحد بيضحي بروحه بيضحي طبعا يعني وتقعد تتكلم معاهم تحس بقى قد ايه هم مستعدين فعلا يعملوا ده عشان بلدهم. في كده ذكريات لا تنسى هناك في العريش. واحنا بفرصه عظيمه بانك انت معانا وشاركت، عايزين نحيي كل اهالي سينا وابطال سينا والناس الطيبين اللي في سينا وفي عريش. الناس الطيبين اللي يستحقوا كل التحيه والتقدير بالفعل. ابطال فدي من الحاجات اللي لا يمكن تنسى ابدا 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 ابدا. يمكن كمان الحاجات المميزه جدا كانت تغطيه مصر والقناه الاولى للكوب 27. كوب 27 كانت برضو ليها حاله خاصه ومميزه، يمكن عشان احنا دايما القناه الاولى حقيقي كان ليها تفرد في التعامل في اللقاءات المختلفه. حقيقي كانت من التغطيات المميزه جدا 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 كوب 27. في مصداقيه في كل الحدث، شغلنا في الشارع ما ينفعش بقاش فيه مصداقيه، لانه لازم الصوره تطابق ايه الكلام اللي احنا بنقوله طبيعي. لانه مش هينفع انا اصور دلوقتي رنجه واقول اصل ده بنيه. مش هينفع. ولا اقول اصل معلش احنا ما ذبحناش فراخ النهارده وانا قاعد وسط المزرعه. ده شوف المصداقيه ان انا قطعت الفسيخ وخليت واحده سليمه اقطعها قدام المشاهد. صح. ممكن مصداقية. ممكن مثلا يقول لك ده مش فسيخ. اهو فسيخ على عينك يا تاجر. على عينك يا تاجر. بس انا عشان مش بحبه فمش جايب السمكه سليمه يعني. انا كويس. المساعدين بتوع الفسيخ انا كمان ما بحبوش. طيب احنا نتكلم بقى عن الفسيخ. انا قطعته وتبلته بزيت زيتون الله وعصرة ليمون وزيت قليل لانه هيتقلي بس مش هياخد زيت، بس انا هحميه ان هو يخش له الزيت من القليل. وحطيت طبعا شرايح زيتون وشويه نعناع اخضر واحط للامانه كمان كده عليه روق البصل الاخضر. شوف التركايه بقى الجميله دي كده. يعني انت بتاكل في شريحه السمبوسه كل الله. حاجه ده بصل يعني احنا جمعنا كل مكونات الرنجة واللي احنا متعودين عليها بره حطها كله في مكان جوه واحد جوه الشكل الهرمي او الشكل المتوازي الاضلاع المثلث. الحاجات دي في المطبخ بشكل عام بقى يا شيف، يعني الناس برضو هل سهله بتبقى سهله على الناس اللي هتشتغل عليها ولا ممكن تبقى صعبه وتحس ان هي اصل ليها اقعد اعمل سمبوسك وبتاع ولا هي يعني ما فيش ما خدت وقت منك على السجنه لحمه على النار؟ ما فيش خالص. اصل انا اصلا مش بشتغل كتير في المطبخ، انا احب اكل. انا عارف انا برضو دوري ان انا برضو ايه اديك شويه حاجات افكار حلوه. قول لي كده افكار، لان انا واحد من الناس اخش اقف جنبهم هم يطبخوا وانا اكل. انت دورك في المطبخ الاكل. اكل طبعا، يعني لو دخلت المطبخ تاكل. بس أكل. يمكن ليا بعض الحاجات الصغيره كده اللي احب اعملها. انا كنت فتره شويه تخين شويه. حلو. فقررت ان اعمل نظام غذائي عشان اخس. حلو. فيعني اوقات الوقت بيبقى واخدنا في الشغل، ماما بتبقى في الشغل كده، فمضطر ان اعمل اكلي بنفسي. حلو. فاحلى بقى اكل على البخار. ليه؟ على البخار. يعني بتعمل اكل هيلث كمان. ما هو لازم. الاكل على البخار يعني اكل صحي. ما هو مش متعب. حلو. انا احط صدور الفراخ والميه والبخار. حلو. بس والله ده ماشي، ده هو ده الاكل الصحي. ما انا بقولش كده اشطر. هو كده فين الطبخ؟ لا لا الطبخ ده هي بتتعامل. التكنيك نفسه انك تحط صدور الفراخ وتحطها في مصفى وحمام بخار وحمام ميه، دي شطاره. موضوع بسيط جدا 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 وسهل ومش متعب وصحي جدا جدا بصراحه. شوف الفسيخ لما شم ريحه البصل الاخضر تحس ان الروح طلعت فيه. ده حقيقه. ارتباط قوي. انا ما بحبش ريحته بصراحه. بس يعني هو كده يتاكل. بص هو لغايه المرحله دي عايز العيش البلدي بتاعنا ده كده. صحيح. عشان الساده المشاهدين نوصل للمصداقيه بما معانا رجل ينقل المصداقيه من خلال الصوره الحلوه. الصورة. ده عيش بلدي وادي الفسيخ. هو كده اكله. مظبوط ولا لا؟ صح. ده المتعود عليه. مع خس وجد. احنا في الشهر الكريم عايزين نربط ده بالايام المباركه. طب يعملوا ايه بقى؟ هياكلوا في الشهر الكريم فسيخ ورنجه. هيعطشوا قوي يا شيف. لا ما لا هنعمل ايه في القصه دي؟ هقول لحضرتك. هو فكره مش مقتنع بالموضوع ده ان السمك يعطش والفسيخ. والله. لا 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 خالص. انت لما تاكلها بالشكل ده السمبوسه ما هي عادي ادي العجينه متعودين احنا. خلي بالك انه مع انه الفسيخ والرنجه والكلام ده مرتبطه اصلا بالميه. بالميه. ما هو عيد شم النسيم جاي منين؟ القدماء المصريين. المصريين القدماء لما جم بالنسبه لنا طبعا نهر النيل هو يعني شريان الحياه. مظبوط. فكانوا بيعملوا العيد ده بالذات علشان طبعا فكره بقى ايه بدايه فصل الربيع. فاكتر حاجه مهمه بالنسبه لهم نهر النيل. وايه اللي جوه النهر؟ السمك. السمك بس. فيجوا بقى منه يعملوا خلطاتهم المختلفه، فكانوا يجيبوه قبلها بشويه ويملحوه. يبتدي بقى يطلع منه الفسيخ والرنجه وهكذا كل الحاجات اللي فالموضوع كله متعلق بالميه اصلا.
شفت الجو ده كده بقى؟ اه انا بس عشان ده عايز انا تعمل قلبان السمبوسه. خدت بالك ده حد ده الحدث يعني ايه الحدث ده؟ ايه الصوره دي مختلف؟ عايز تنقله انت بطريقتك. انت دخلت قلب الحدث شفت واحد مجنون اسمه الشيف المغازي؟ لا بالعكس عامل لا يا باشا اتكلم يا باشا اللي هيشوفك دلوقتي هيقول لك الراجل ده مجنون. ليه بالعكس؟ ازاي يعمل سمبوسه بالفسيخ؟ الفسيخ ده لازم اقعد افصص واظفر ايدي. ده انا خليك زي الباشا كده قاعده بتاخد السمبوسايه ببقك، خدت البصل الاخضر وخدت الزيتون وخدت هو الالذ يا شيف. عارف حضرتك فكره الابتكار زي ما كنا بنقول في الاول. حاجه مختلفه. احنا اتعودنا كل مره بناكل الفسيخ والرنجه زي ما هي بناكلها كده نقطعها ونجيبها ونغمسها بالليمون والبصل من قلب الحدث. ايه الفكره بقى؟ بص هنا بقى مختلف الاخضر نقطع بقى قطعنا كده بص الفسيخ والرنجه بص التفاصيل وعليها الفلفل فسيخ. ده فلفل كمان صح؟ بصل اخضر ده فلفل حار حار يا سلام وزيتون شايل النوايا منه حلو قطعه من الزيتون وسنه نعناع اخضر حلو وعصره زيت زيتون وعصره ليمون واهو وجلففه كده لفه سمبوسه دي تتحمر في الزيت بقى وتقرمش تاكل صوابعك وراها. الله ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع من قلب الحدث والصورة الحلوة تعني مليون كلمة. يعني ايه فسيخ سمبوسة او سمبوسة بالفسيخ سمبوسة مع بالفسيخ. الاعلام الجميل ومراسل القناة الاولى والحدث الجميل الاستاذ كريم بيبرس معايا النهاردة. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جنان مختلف. طعمه مختلف. فسيخ ويتعمل سمبوسة ده اللي ما سمعتش عنه بصراحة. ما سمعناش عنه قبل كده وحاجه جديده كده ومختلفه. دول يكفوا العيله حلوين دول كفايه حلوين. هو سؤال مهم جدا بالنسبه يكفوا انا كفوش ده على طول. صحابي يسالوني سؤال مهم قوي. انت بتطلع في التلفزيون يا عم قول لنا بنقعد مع بعض على القهوه. الاكل بعد ما بيخلص في المطبخ هنا بيروح فين؟ مين بياكله يعني؟ مين بياكله؟ ده سؤال مهم قوي. كلهم بيسالوني نفس السؤال الحقيقه. قلت لهم ان شاء الله الشيف مغازي يجاوبك. ده سؤال حلو. كلنا بنقعد مع بعض وندوق الاكل وكل فريق العمل ممكن ندوق الاكل والبعض ممكن بيتاخد برضو للاخوه اللي هنا في الاستوديو بياكلوا عادي كده. طمعوا بقى هيقول لي وانت راجع دلوقتي هات معاك سمبوسه يا باشا نجربه. احلى تكاوي تاخده دلوقتي. ربنا يخليك يا شيف. ربنا ادي السمبوسه في قلب الزيت عايمه في الزيت. طبيعي عادي نقلي الفسيخ في جوه السمبوسه ما يحصلش حاجه؟ نقلي. بص احنا مش بنقلي فسيخ دلوقتي، احنا عايزين نترجم الحدث ده لواقع. احنا مش بنقلي فسيخ، دي عجينه سمبوسه حلو جواها جوه فسيخ بيتوابله بصل اخضر وزيت زيتون وعصير ليمون. يعني احنا يا دوبك بس بنحطها جوه بس يا دوبك بس في النار تقرمش بس بسيط. شفت يا عم كريم الاختراع ده؟ شكله والله حلو فعلا. شكله بالله عليك. بس انا كمان بحب تخيل انت بقى يعني المفاجاه وسعاده القلب وقلب الصغير اللي يتحمل دي تحت اسنانك كده وبتقطع يجي لك فسيخ تحت من سنانك. يعني ما تقولش لضيوفك انا عامله سمبوسه النهارده يا ام حماده، عامله سمبوسه النهارده يا ام كريم. وتقعد بقى وانت بقى ايه فارق اللي يحبها هيتبسط. اللي يحب الفسيخ والرنجه هيتبسط. شفت كده. لكن اللي ما يحبهاش هيتخض. ما هو اول حاجه الوهله اللي هو انت تاخد الرياكشن بتاع وشه. ايوه صح. فسيخ جوه يقوم بقى واخد بالك انت ازاي من عملها بقى ودي موسوعه. وانا عايزك دول من قلب الحدث شفنا الفسيخ بيتعمل سمبوسه. حقيقي يعني احنا النهارده شفنا حاجه مميزه وشفنا حطيت ليمون في قلب الزيت. صح. هو ده بقى ما سالتنيش انت بقى كده. ده عادي. ليه بقى؟ انا بنقل الحدث بتاع الزيت سابقا لحدث الفسيخ ان الليمون هنا بيشيل الزفاره واللي بيبقى فيه شماخه للزيت جوه الزيت. جوه الزيت يعني تحط الليمون جوه الزيت فيقلل الزفاره. وهي نفس الليمونه برزنتيشن للايه الف ده هديه لحضرتك. يا نهار ابيض. تستاهل. يا نهار ابيض. لا تسلم ايدك. ده تاخده معاك وانت ماشي. تسلم ايدك. عرفت مين بياكل الاكل وهو ماشي؟ عرفت كده خلاص. الضيوف. كريم بيبرس. الضيوف اللي بتيجي. استعد بقى عشان تساعدني دلوقتي. يلا بينا. جه وقت الجد. وماما تتفرج عليك دلوقتي وانت بتقطع لي بصل عشان نعمل فراخ بالكاري. ماشي فراخ. مقادير الفراخ بالكاري على الشاشه. هيشاركني طبعا ضيف النهارده مراسل القناه الاولى الاستاذ كريم بيبرس. يعني ايه فراخ بالكاري؟ يعني كاري وفراخ وبصل وتوم ومعلقتين نشا او دقيق معانا علشان يدينا قوام ورز ابيض للتقديم. ولكن السؤال للاستاذ الاعلامي المراسل المتالق دايما لتغطية الحدث كريم بيبرس، الكاري عشبة أم توابل؟ توابل طبعا. أو مش عشبة. مش شجرة في فلسطين مثلا بما أنك أنت جذورك فلسطين. لا عادي ممكن تقول الكاري بتاعنا ده احنا بنزرعه. أنا معلوماتي البلد المصدرة له وهكذا. معلوماتي إن هو توابل. توابل. أيوه معلوماتي إن هي توابل. ده نجحت يا كريم. نجحت. طب الحمد لله. مبروك. في الكاري. في الكاري. في الكاري. البعض يقول لك هو شجرة. أساس الكاري الكركم. الكركم ركب عليه التوابل بقى، حبهان، كزبره، كمون، فلفل اسود، ورق لورا،
تشكيلها من التوابل كده حسب شطارة العطار، ويبقى هو كاري اساسي فيه الكركم اللي هو ده. اها شفت بقى دي المعلومه دي؟ دي معلومه غير معلومه. ده الاساس. بينضاف له البابريكا والكمون فلفل اسود حبهان شويه جوز الطيب، تركيب التوابل كده، مجموعه من التوابل كده، مجموعه من التوابل الكاري. وهترجع لشطاره ومهاره العطار، عشان كده بتلاقي الكاري من عطار لعطار طعمه بيختلف. بس ممكن نعمله في البيت اهو. ما تعب طبيعي، ما دي الشطاره اللي انا بنادي بيها دايما. يعني الواحد يعمل حاجته في البيت دايما. البيت تعمل التوابل في البيت. ده حقيقي. كل الاكل والله لما يتعمل في البيت بيبقى احسن، ولو اني من عشاق الاكل بره على فكره. عايز اشوفك انت بتقطع البصل. عشان صحابك بقى ايه؟ يقول لك كريم بيعرف يقطع بصل، قطع لي بصله كده شرايح حلوه. يا سلام. السكينه الحلوه دي كده. اتمرنت انا خلي بالك برضه فتره على موضوع قطيع البصل ده. ايوه اهو. ليه بقى؟ كان ليه؟ قول لي ممكن. كان ليا صديق كان عنده مطعم حلو شاطر برضه حلو، هو مازال صديقي يعني صاحب عمري. عادي قول اسمه وجه له تحيه كبيره. حازم انت على التلفزيون المصري بس ده حازم. حازم حازم اسم جميل حازم. اشكره جدا على الاكل بيعمله لنا بصراحه. كان عنده مطعم بيعمل اكل هايل حقيقي هايل. فكنت اوقات اروح اقعد معاه في المطعم. فيعني يقول لي ايه برضه انت واقف كده ايه ساعدني في حاجه. حلو. كنت بقطع بصل برضه الحقيقه. برضه خليك تقطع بصل. بس بقى كنت باكل برضه. ما هو قال بقى مطبخ عشان تتعلم. يعني كنت باكل برضه. الاول تقطع بصل. وبعدها اكل. هو يطبخ وانا أكل. وانا اكل. حبيبي حبيبي يا كريم. انا عندي عشق للاكل. انت طبعا مصر قضيت انت بتسافر طبعا. وعارف ان رمضان في مصر بيبقى له طعم خاص ومذاق خاص وحاجه ثانيه. ده حقيقه فعلا. كريم بقى سافر اكيد ورحت بلاد كتيره، يعني قول لي مصر رمضان بالنسبه لك ايه؟ والله انا فعلا رمضان بالنسبه لي رقم واحد حقيقي حقيقي يعني البهجه اللي بشوفها في الناس حقيقي، ودي بحسها قوي مع صحابي الفرحه والبهجه بقدوم الشهر. وبحسها جدا كمان بصراحه ببقى مستني شهر رمضان عشان نتجمع انا واصحابي. حلو. يعني حقيقي بتبقى تجميع، يمكن انا متعود دايما عشان العيله طول عمرها بتتجمع، وموضوع تجميعات العيله موجوده على طول عندنا في البيت. اما تجميعه الصحاب بقى بيبقى ليها طعم تاني خالص خالص. حلو. خالص حقيقي، يعني لانه بيبقى فكره بس مش تجميعه متعلقه بالاكل، وانه رمضان هو ميزته الاكل. يعني رمضان على قد ما هو معروف طبعا شهر العباده. طبعا حلوه بتلمنا وتجمعنا. شهر العباده. لكن كمان الاكل بيبقى ليه طعم خاص ومميز، يعني وكله بيبقى قاعد مستني، بيبقى قاعد طول اليوم بقى طبعا مستني لحظه الاكل. انت محتاج البصل يبقى عامل ازاي يا شيف؟ لا البصل شرايح. شرايح؟ او جوانح. او كده كويس. مصطلحات طهويه انت مش دعوه بيها. السلايس ده كده كويسه؟ الطريقه المثلى لتقطيع البصل. ايه رايك؟ يبقى حازم نجح؟ ايوه حازم نجح. هعلمك صح. حازم نجح. ايوه طبعا. صادق معاك. ايوه حصل. حبيبي. بس الكاري اهو مع الفراخ. بصلايه ناعمه. انا كده احب بقى الاكل. هو ده شفت بقى. ابعد بقى بعيد عن الفسيخ والرنجه. ايوه. قول لي بقى الفراخ بتقول ايه؟ الفراخ هنا بتتكلم مصري. شكلها حلو قوي. من المطبخ الهندي. بس بيعملها شاوت المصري شيف المغازي. شايفك حاطط ليمون برضو على ليمون شرايح كزبره اهيت توم وبصلايه ناعمه عشان تاخد الفليفر والطعم. اسيبها عطشانه كده اعذبها. عطشانه دي معناها ايه؟ عطشانه يعني اسيبها تتحمص على النار من غير ميه؟ ده القصد؟ شوف المعلومه ايه؟ لما تتحمص واقعد اقلب فيها هي عطشانه زي ما تكون الارض عطشانه كده تسقيها اي ميه تشربها على طول. ركز في الحته اللي جايه بعد كده. معاك. الفراخ هنا عطشانه بالتقليبه بالتوابل بكل حاجه، اول ما بتنزل عليها اي فليفر انت عايزه بتقتبسه على طول. ده فليفر ايه بقى؟ هو اديها هريسه حلوه. هريسه. هريسه. حلو؟ قلب بقى كده الفراخ خدت طعم الهريسه. شفت زائد الكاري طبعا. الحاجات اللي يحب الحاجات السبايسي. ايوه شفت الحلاوه؟ شفت الحلاوه؟ ريحتها كفايه. هو خلاص ريحتها جميله. جميله. اصل خلي بالك احنا كمان عشان احنا يمكن انا مش محترف يعني طبخ. حبيب. لكن انا باكل بان انا بشم الحاجه. اشم الحاجه. دي خلي بالك اصعب حاجه. اقرر على اساس حاجه حلوه ولا وحشه. لا حاجه حلوه. طبيعي. حاجه مميزه. بجد. نميز البصل من الثوم والنعناع والكزبره والشبت بالشم. الحاجه لو ريحتها حلوه 90% طعمها حلو. طبعا. فطبعا بجد والعين وطبعا الناس يقول لك العين بتاكل قبل. يعني في ريحه متعود تشمها. يعني ريحه الثوم. هي ريحه الثوم. ريحه الثوم معروفه ما طبعا. ما تجيش بقى تشم ريحه الثوم على ان هو نعناع اخضر تقول لي ده ثوم. انت كده فيلسوف. ايوه صح. لكن بشكل عام حتى لو مش الثوم في حاجات كده يعني بجد بتاكلها قبل ما تاكلها ببقك. تاكلها بعينك. طبعا. بتشم ريحتها تقول الله. اوقات بتعدي كده من جنب محل معين تقول انا عايز اكل هنا. انت ما شفتش. انت شميت بس. زي ما تعدي من جنب البيكري مثلا المخبز يعني تشم ريحه حبه البركه على وش العيش. يا تخش سلام. تملى الكيس عيش وتمشي. يا تروح سلام. البيت ما تاكلش. مش مشكله. بس مين شدك؟ الريحه. البركه. البركه. البركه فعلا. حبيبي يا كريم. صح. قول لي يا كريم ما حصلش معاك موقف من المواقف وانت في شغلك يعني
موقف بشكل عام يعني ايا كان بتلاقي دايما الناس اللي تعرض لحاجات كده مش لطيفه، ممكن يتعرض، ممكن حد يشكره، حد يتكلم معاه، فاهم انت الجو ده. والله بص انا يمكن اكتر حاجه ببقى واخد بالي منها نشر التسعه. حلو التسعه. نشر استاذ يوسف الحسيني والاخوه. نشره الاخبار في القناه الاولى ليها طابع خاص مميز عند الناس، يعني في ناس اقول لك انا مستني نشر التسعه جدا. حلو. ففي مره من المرات كده رحت في مكان بغطي برضه حدث من الاحداث ايام حياه كريمه. كان افتتاح لحياه كريمه في واحده من المحافظات. حلو. والناس كل همها مجرد ما شافتني قالت انت بتاع نشر التسعه. الله. هم بالنسبه لهم نشر التسعه دي مقدسه جدا. فكان بقى ازاي نقنعهم يا جماعه ان انا دلوقتي بعمل حاجه غير نشر التسعه. حلو. فكله مصمم انه يتصور مش عشان عايز يصور مع كريم، لا مش عشان كريم، عشان نشر التسعه. أيوه. هم عايزين يا عم عندنا هوا، عايزين نسجل دلوقتي، عايزين نسجل. طب عايزين نطلع نتكلم. لا انا عايز اطلع اقول انا في نشر التسعه. هو عايز يقول بس الصوره دي معايا نشر التسعه. ليها طابع خاص مميز فعلا عند الناس، يمكن دي من الحاجات دايما اللي بلاحظها لما بنزل الشارع. لكن اصعب حاجه بجد لما بننزل نعمل لقاءات مع الناس في الشارع. حلو. بيبقى دايما انت فكره التعامل مع الافكار المختلفه. والطباع المختلفه. ازاي تقدر انت تتعامل مع كل العقليات دي في نفس الوقت وترضي كل واحد وترد كل واحد. كل واحد وازاي بقى تقدر ترده؟ بيبقى اصعب حاجه طبعا لما يقول لك انا عندي موهبه وعايز اطلع في التلفزيون. طب احنا دلوقتي بنعمل حاجه طبخ. انا بغني حلو طبخ. انا مذيع شاطر. ما بيهونش عليا والله طبعا. أيوة نفسي اساعده. بس لازم تسمعه يا استاذ كريم. بنسمع. مهم قوي ان احنا نسمع طبعا. بنسمعهم كويس جدا. جدا جدا. لكن بقى في ناس طبعا ربنا يعينها بتبقى مصممه بقى، فانت ممكن تبقى بتعمل تتكلم انت مركز في موضوع وهو مصمم وماشي على سكريبت وماشي مصمم ان هو جاي عايز يغني في المايك. يا عم يهديك يرضيك. لا انا لازم اغني في المايك. لازم يغني في المايك. وازاي بقى تقنعه يا عم؟ وانت في الشارع برضو ممكن تتعرض نتيجه انك ترفض تعمل، تكون حريص انك تساير. وارد وارد. هي شغلانتها طبعا هدفها وحلاوتها انت ازاي تعرف تتعامل مع الناس، تتعامل مع كل العقليات، تساير نفسك وتسايس. طبيعي يعني طبيعي صح طبيعي. شايف ريحه الكاري يا غالي؟ رهيبه. شفت بقى رهيبه دي؟ انا كده اتبسط بقى. هم ياكلوا فسيخ ورنجه وانا اخد وانا اكل. ما انا حبيتها النهارده تكون السفره بتاعتي مختلف وترضي كل الاذواق. ترضي كل الاذواق. ده مهم قوي. ده المفاجاه بقى، اعمل لك الرنجه دي دلوقتي تورتايه. انا مش عارف انا ايه تورتايه الرنجه دي هتعملها ازاي. دي حاجه صعبه. تاخد تورتايه كريب شانتيه. هي التورتايه بتاعتنا واحنا في رمضان. يعني الحلويات كلها. بس برضو دي حلويات، بس حلويات مطبخ. حلويات مطبخ. حلويات موالح. حلويات موالح اسمها حلويات موالح. ايوه صح. طيب اساسا فريق الاعداد الجميل، مقادير تورتايه الرنجه تتعمل ازاي؟ عشان دي مهمه كمان، زي ما شفنا تفاصيل ومدرسه السمبوسه بالفسيخ، نشوف يعني ايه تورتايه رنجه. تفاصيلها كتير. جزر مبشور، خيار مبشور، بنجر مبشور، رنجة متفصصة ومتدلعة بالشكل ده كده، خدت بالك؟ معانا خس وبصل أخضر. ده كله معانا أهو. شفت بقى الشرفيز ده كده من خير أرضنا، اللهم صل على النبي. شم النسيم وعيد شم النسيم، يعني بصل أخضر يعني خس بلدي. الخس والبلدي يوكل يا عم كريم. شفت الخصايه؟ شكلها يفتح النفس. وقلبك زي الخصايه يا عم كريم. أنا حبيت ولا لسه؟ انا حبيت. حبيت قلب الحب خصايه. ايوه الحب ده اهم حاجه يعني. خلاص هنسمع فرح قريب لسه شويه، بس الحب ده مهم. مهم طبعا. مهم طبعا. مهم طبعا. طيب طلعنا فاصل يا كريم. يلا بينا نطلع فاصل. طبعا شفنا دلوقتي حاجات مميزه جدا فيما يتعلق بالفسيخ وسمبوسك الفسيخ. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نشوف بقى تورتايه الرنجه والمميز مع الشيف مغازي واكله امي. يلا بينا. ورجعنا لحضراتكم بعد فاصل. ضيف النهارده والمتعلق دايما على شاشه القناه الاولى ومن قلب الحدث يتحدث، ينقل صوره جميله تكتمل الصوره، يكتمل الحدث، يكتمل الخبر بمجهود كبير بيعمله في الحدث نفسه، بيغرف بنفسه الكاري. خلي بالك دي هي دي بقى مهمتي دايما. بما انك انت حاسه الشم قويه عنك عندك يعني، قول لي طعم الكاري وريحه الكاري. لا صعب اقول له طعم. انا الريحه. ايوه هتفطرنا شيف. لا انا صايم. انا معاك. لا يعني فعلا ريحته جميله جدا جدا. وانا فعلا يعني لولا ان الواحد صايم كان كل واحنا على الهواء، بس مش هينفع. مش هينفع ناكل واحنا على الهواء. لكن فعلا شكله رهيب. البصل جواه يا سلام، جوه كده الخضار باين وسط الفراخ. وزي ما بقول لك ده دوري دايما في البيت بقى. هم يعملوا الاكل وانا اغرفه واكل. حلو. فاكر عادل امام؟ ايوه. لما كان في فيلم تجربه الدنماركيه كان بيقول لك ربنا يديله الصحه. الله يديله الصحه. كان يقول لك ايه؟ تاكل وتعيط من فرط اللذه. الله. ده شكل الكاري. ايوه بجد الكاري اهم حاجه تكون التركيبه بتاعته صح. ريحته جميله. والصوص بتاعه شكله حلو جدا. حلو. وليمون وبصل، يعني بصراحه عامل حاله كده لوحده. شوف الحاله دي بقى هنا، ده عيش. دي التورته؟ التورته ده عيش.
دي التورته ها؟ اه العيش قطعته شرايح كده زي الكنافه. حلو. حلو وهيتحمر في قلب الزيت. حلو ورشيت عليه بقى كمون ده؟ شويه كمون وشويه بابريكا. بابريكا. اه وهنزله في الزيت عشان الناس تبقى عارفه برضه، يعني احنا قطعنا العيش الابيض الشامي ده. اه. وعليه شويه كمون. وشويه بابريكا. وعليه شويه بابريكا. حلو. حلو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب قالب التورتايه اللي هو قالب التشيز كيك. ده تشيز كيك فعلا. خد بالك. شوف بقى الابتكار. شوف لما تكون شاطر في شغلك وتبدع. الله اكبر. ادي القالب اهو. ايوه. مع الساده المشاهدين. ونبدا نرص طبقات من الخضار وطبقات من الرنجه واحنا شغالين مع بعض كده لغايه لما مخرجنا الجميل يقول لنا وقتكم خلص. ماشي. عشان كده سايبها للاخر. ترتيب الوقت مهم. مهم جدا. التنظيم. التنظيم. ادي الرنجه. شرايح الرنجة جميلة اهي متفصصة وتاخد دلوقتي رشة زيت الزيتون مع الليمون. الزيت الزيتون برضو بيدي طعم لوحده كده للأكل جميل طبعا كل ما كان طبعا فريش وطازة ونوعية كويسة كل ما كان ايه طبعا أفضل. نيجي في القالب ده كده. ايه دور بقى الليمون تاني غير ان احنا نحطه في المقلة كده؟ اه غير ان هو يشيل الزفارة بيدي طعم كمان مختلف. الليمون بص يعني سبحان الله في كلها في الحلويات داخل، في الطهي داخل، في الحوادي داخل. في الحلويات كل حاجة. صحيح. صحيح. لأن بيلعب دور كبير جدا في انسجام الشربات. يعني ايه انسجام الشربات؟ لما تيجي تعمل شربات الكنافة، شربات السمبوسة، البسبوسة، شربات القطايف. ليمون. لازم ليمون على السكر، ليه؟ عشان يقعد معاك. ده خس يعني ليمون على السكر. يبقى التورته بديناها ان احنا نحط الخس الاول. خس. يبقى الارضيه بتاعه التورته خس. خس. حلو. الله عليك. شفت الجو ده كده؟ بيدي شكل كده خس من غير اي حاجه خالص. خالص. متقطع كده متنضف كويس ومغسول كويس. لان اي حاجه هنحطها فوق الجوس هينزل على الخس. فهو مش ناقص تتبيله. حلو. هي هتمز مع بعضيها. كويس. هتند بعضيها. حلو. حلو الكلام. ناخد الرنجه. وبنسيب بقى هناك العيش اللي موجود في المقله هناك كده هو وال العيش ده والكمون ده نسيبه وقت قد ايه بقى؟ بس يتحمر كده يبقى زي الشعريه بسيط. زي الشعريه بناخده بنحطه بنرصه مع الرنج شفت بقى ايوه تسمع القرمشه بقى زي طبق الفته كده يا سلام اختراع اختراع بصراحه شوف ده كده شكله حلو ناخد العيش ده نخليه كده على جنب ده ابن حلال يا عم كريم والله اشكرك يا شيف والله انت اللي مميز والله لو انت ما بقتش كنت مراسل وشاطر وتحب شغلك والجو ده كنت تبقى ايه كنت احب ابقى طيار طيار تطير برضه في نفس أطير. المجال برضه على فكره لا بس انا بحب شغلي جدا من زمان وانا صغير يعني فكره المراسل وان هو ميزه شغلانتنا هي شغلانه مش روتينيه فانت بتقدر كل يوم تقابل ناس مختلفه وافكار مختلفه ومواقف مختلفه وحدث مختلف وكل فما تزهقش ابدا ابدا وكل يوم فيها حاجه جديده وفكره جديده والشطاره انك في كل مره تعمل حاجه مختلفه من نفس الحاجه اللي عملتها قبل كده دي شطاره زي الاكل الشطاره انك تعمل هو لسه كنت هسال البنجر يا سمك البنجر ده بقى. نقول للناس بقى احنا عملنا ايه بقى وده خس حطينا الخس الاول خس وبعدين العيش اللي حمرناه وبعد وبعدين شويه بنجر شويه جزر ده اكل على فكره صحيه جدا وادي الخيار المبشور وخيار كمان شفت الجو ده كده حتى شكلها جميل جدا فعلا الشكل ده كده بعد كده نحط ايه رنجه برضه الرنجه ما هو ده الاسم هي تورته الرنجه ادي الرنجه يعني الرنجه بنحطها على الوش كده على الوش في الاخر خالص قطع دول كده قريبه من سلطه الرنجه ولا حاجه مختلفه ادي هي سلطه الرنجه بشكل مختلف بس ده بمكون مختلف وبطريقه غرف مختلفه يا سلام ما هي فعلا لو شكلها مختلف وجديده هتتاكل احلى وادي زيت زيتون عليها زيت زيتون صحي برضه طبعا عصرة ليمون عليها تغذيها بشويه رنجه بشويه طحينه شفت بقى التركايه دي طحينه اهي تتحط بالشكل ده اللهم صل على النبي بص على الحلاوه دي كده بص على الحلاوه ده روزماري اوكي تاني كده وترش كده الطحينه اهو دي ده روزماري وخليه تاني في الطحينه هحتاجه تاني شوف الحلاوه دي كده بقى بص على الحلاوه دي هو ده يا سيدي صور الحدث ده عينيا صور الحدث ده ننزل بخس نقل الحدث وجمال الحدث ده خس خس تاني من فوق الحس تحب البصل الاخضر في المكان التقطيع زي ما هو المكان اللي انت شغال فيه ده هو نفسه احنا عملنا نفس الفكره برضه نفس الفكرة. بدل ما كان المكونات كلها لوحدها ايوه احنا جينا قطعناها
وظبطناها وعملناها بشكل حلو في طاجن واحد. في طاجن واحد اهو. وادي البصل الاخضر. انا اعتقد اللي يشوف المنظر ده حتى لو ما بياكلهاش هيجربها. شوف العيش بقى هنا اهو، واضغط كده بالراحه اهو. كمان مره العيش هنا كده انت الله بايديا كده، كمان شويه العيش دول كده. لا انت مش محتاج لاي حاجه، دي بتاخد منها كده تقطعها زي التشيز كيك كده بألف هنا وشفا من الطبق على طول. تحط في طبقك وتاكل على طول. ونشيل كل حاجه من هنا عشان مخرجنا عايز ياخد صوره حلوه. لازم صراحه يطلع له صوره مختلفه. ناخد حبات الجنجر دي كده نقطعها وملونه زي شم النسيم كده، والالوان الالوان هتجي لك الوان شم النسيم. وده كله من خير ارض، ده كله من خير ارض الحمد لله. ادي بص البنجر جنب البنجر بتحط هو ده الجزر. الجزر نرسم لوحه. هو دي لوحه فنيه حقيقي، لوحه عينيا حاضر حالا دلوقتي اهو. ايوه شوف الغازي كمان اهو. ايوه بيعمل لنا لوحه خاصه اهو. شفت الجو ده كده؟ طبعا. برده الخاص كده بسرعه عشان مخرجنا عايزنا نخلص. اوكي ايه رايك في البنيو بتاعنا النهارده؟ لا بصراحه هو ميزته ان هو يرضي كل الاذواق. يعني اللي هياكل رنجه بالطريقه المختلفه دي هياكلها. واللي هياكل فسيخ في السمبوسك واللي هياكل فراخ كاري لوحده. ايوه مظبوط. يا ترى بقى نقدر نحط جنبه ان احنا شم النسيم نلون البيض. البيض البيض ونلونه نلون البيض ده طبعا دي حاجات دي حاجه اساسيه في شم النسيم. الالوان والبهجه نروق الدنيا. ايه رايك في الكاري بتاعنا؟ لا اولا زي ما قلت ريحته جميله جدا حبيبي وشكله حلو فعلا حقيقي يعني وجواه مكونات كتيره حلوه. عايز بن كريم بقى نوصف للبني السفره بتاعت دي النهارده بالموجز الحدث. موجز الحدث من قلب الحدث اوصف لي الحدث. قول لي عايز ديوريشن قد ايه؟ شفت بقى الدقه. ايوه لا المخرج اللي يقول. المخرج اللي يقول عايز ديوريشن. المخرج اللي يقول لا يعني اوصف 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 الحدث من 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 جوه هنا. من جوه حلو. احنا دلوقتي هنا مع الشيف مغازي كويس، وعملنا النهارده اكله خاصه بشم النسيم، ويمكن الخاصه كمان فيها ان هي معموله بطريقه مميزه. تورته خاصه بالرنجه. يعني ايه تورته؟ تورته اقول لك نسمع حلويات. هنشوف تشيز كيك. لا ده احنا حطينا شويه خضار وجزر وخيار البركه وبنجر البركه البركه تطلع بالشكل الرهيب ده. وجنبها بقى ايه شويه سمبوسك. سمبوسك مهم جدا بقى، سمبوسك الفسيخ. يعني عمرنا دايما ناكل فسيخ بالجبنه، بناكل فسيخ باللحمه، لكن فسيخ بالفسيخ سمبوسك بالفسيخ دي ده اللي ما شفتوش ابدا. بجد ما شفتوش قبل كده. ده بس تحكي لوالدتك يعني، هي طبعا عايزه تعرف الموضوع ده لازم تحكيها. ده الكريم شانتيه. ده صوص الفراوله. اللي هو الطحينه. اللي هو الطحينه بتاعتنا. ايوه ده الاهو. واللي مش هياكل دول هياكل الفراخ بالكامل. شيل دي كده بقى، بص على الحلاوه دي كده. بص على الحلاوه رهيبه. بص الصوره الحلوه تعني مليون كلمه. بس الكلام ده على القناه الاولى. العب. هو ده هادي. الالوان عشان شم النسيم، اخضر وبرتقاني واحمر ورنجه. يعني كل حاجه موجوده هنا في التورته بتاعتنا. تفاصيل صغيره حقيقي. ولكن المعنى كبير والطعم جديد باقل تكلفه ممكنه. احنا ما جبناش حاجه من بره. خضره في درج الثلاجه يا فندم، عندك الخس وعندك الخيار وعندك الجزر وعندك الجرجير وعندك حبيتين رنجه جبتهم ربنا كرمنا معانا، وحبيت فسيخ. عملنا سفره مكونه من سمبوسة بالفسيخ، وده الحدث التاريخي اللي هيتم دلوقتي بوجود الأستاذ كريم بيبرز بما هو صاحب وصانع الحدث بالصورة وبالخبر. ومعانا رز أبيض عدله الكاري، ومعانا كاري عدله الرز الأبيض بوجود الإعلامي مراسل قناة الأولى الأستاذ كريم بيبرز. كل عام وحضراتكم بخير. كل سنة وكل تزروا مننا الأيام اللي جاية إن شاء الله كحك العيد، بسكويت العيد، وريبة العيد، بتفور العيد. والشيف المغاز دايما بيعمل كحكة العيلة اللي بتلمنا كلنا، كحكاية كبيرة كده فيها كل التفاصيل، العجمية وعين الجمل واللوز والفزد والمزاج الرايق. رؤية فن إبداع. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيروك.